محمد، شكرا على سؤالك حول محافظة مسندم. وأنا على يقين أن أهلنا في محافظة مسندم يدركون مدى الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه بهذه المحافظة. وأؤكد لهم جميعا أن هذه المحافظة حاضرة في قلوبنا في حكومة جلالته دائما، وحاضرة عندما نتخذ أي قرارات تتعلق بالخدمات التي تقدم سواء الصحية أو الخدمات الأخرى، وتعطى الأولوية. وأحب أن أؤكد أن اللجنة العليا عندما تتخذ قرارات سواء الإغلاق أو التسهيل أعطيت لأهلنا في محافظة مسندم تسهيلات تختلف عن بقية المحافظات بسبب البعد الجغرافي والموقع الذي ندركه جميعا. وأحب أن أؤكد أيضا أن ما تم تداوله من قبل البعض في وسائل التواصل الاجتماعي أن الحكومة فرضت على كل من يود الخروج من محافظة مسندم إجراء الفحص بقيمة 45 ريال لا أساس له من الصحة مطلقا، لا أساس لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من الصحة، وزارة الصحة وطبعا بتوجيهات من اللجنة العليا لم ولن تطلب إلى الآن إجراء فحص لكل من يحب مغادرة السلطنة سواء محافظة مسندم أو المحافظات الأخرى، وإنما المطلوب هو التقيد بالإجراءات التي تفرضها الدولة التي يتوجه إليها المسافر. لذلك أحب أن أؤكد أن التسهيلات موجودة، وهناك توجيه من معالي السيد رئيس اللجنة، وفي اللجنة العليا تم الاتفاق في إجراء التسهيلات في العبور لأهلنا في محافظة مسندم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والعودة أيضا يتم استثنائهم بعكس البقية من الحجر الصحي الذي هو 14 يوم كما تعرفون. أيضا البشرة الثانية التي أزفها لأهلنا في محافظة مسندم، اطلعت اليوم عن بعد طبعا على سير العمل في المستشفى في ولاية خصب، ولله الحمد العمل مستمر رغم الجائحة وفي تقدم واضح جدا جدا. وأعد الأهل في محافظة مسندم أن أقوم بزيارة خلال الأسابيع المقبلة للاطلاع على سير العمل شخصيا في هذا المستشفى، والذي سيكون صرحا صحيا لكافة أبناء المحافظة بإذن الله.